جناح المجلس القومي لشؤون الإعاقة هنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب. احنا بنضم عدد كبير من المشغولات اليدوية والتراثية والثقافية وكتب بطريقة برايل من صنع ايدين للأشخاص ذوي الإعاقة. واحنا عندنا في الجناح عندنا جزء للمشغولات الخوص، دي حاجة تراثية وبيعملوها البنات إعاقة بصرية، وكمان عندنا مشغولات ديكوباج وأورجامي بالورق، وديكوباج اللي هو فن تزيين الورق بس باستخدام كمان خامات تانية من الفخار والخزف وكده. دول عاملينها مجموعة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، ومشغولات تانية كتير من الأكسسوريز والشمع ومن ملح سيوة كمان عاملينها ما بين إعاقات ذهنية وإعاقات حركية. الحقيقة الجناح هنا متنوع، في حاجات كتير وفي حاجات يعني معروضات ومنتجات كتير. احنا قدرنا بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب ان احنا نتيح الفرصة دي للأشخاص ذوي الإعاقة بالمنتجات اللي هم مصنعينها بايديهم مجانا، العرض والبيع مجانا، يعني احنا مجانا المكان، هم بيقدروا يبيعوا المنتجات بتاعتهم بنفسهم من خلال جمعياتهم، بالإضافة ان احنا موفر لهم خدمات تانية طول فترة المعرض، ومع برنامج للمجلس القومي لشؤون الإعاقة داخل من ضمن فعاليات المعرض الكتاب. دي سادس سنة، نشارك فيها في معرض الكتاب، ولكن أول سنة يكون لنا جناح مخصص.